ثم راجل ماخذ امرأة، واحد تاجر بقداه معناه لا بأس عليه، وعايش هو وهك المرأة في الغاية والنهاية، لكن بعد مدة ما تعشوش، كيف ما يقولوا طبيعته ما جاتش موافقة لطبيعتها، اللي يعجبه هو ما يعجبهاش هي، واللي يعجبها هي ما يعجبوش، مش فرد طبيعة، مش فرد ذوق، مش فرد أخلاق، اتفاقوا، أعطاها طليقتها ومشات لدربها. هاو كيف طلقها هو المرأة كانت حبله، عدات 9 أشهر وولدت، جابته العيد، جاه الخبر، اللي جا خبره أعطاه البشارة، ومشى قضى ما يلزم من سمن ومن عسل ومن جلجلال للزرير ومن سميد للعصيدة، وقص وفصل للصغير ولمه، وقام بواجبه وما خلاش من جهده، وبعث لها القضية، وقعد ساعة ساعة يتفقدها بحويجة من جهة الرضاعة كما نقولوا والحضانة، عامل كأنه قاضي الفريضة احكم عليه بشيء وهو طايع بأمره قاعد ينفذ، وهو لا حكم عليه لا قاضي لحد، اما وحده هذا كولده على كل حال، وهذه ما هي الا ام ولده. اي جاء مكتوب هاك المراه هذيك خذت راجل، هاك الراجل تاجر حتى هو وفي خير، وطلع يحبها محبه مفرطه، اللي يكسبوا الكل اعملهولها بيع وشراء، وين يشري ملكة جديدة يكتبها لها باسمها، مرة دار، مرة حانوت، مرة هنشير، مرة فندق، حتى ولا صندوقها مليان بالعقود. الراجل الاول ملي تولد ولده ما شافوش، ما يعرفوش، ما يجيبش وجه أمارة، كبر الوليد كما تقول انت عمل عامين ولا ثلاثة، شوقته نفسه حب يشوف ولده، بعث لها قالت وحشت الوليد، ماذا بيا نجي نطلع عليه، ولا ابعثه لي لداري نشوفه، ولا البقعة أخرى ونظهر لك انت. اللي جاء قال لها، قالت له برا قل له ما عندكش ولد. قال انا ما عنديش ولد، ولدي موجود في البلاد وانا ما نعرفش وجهه شنو، ماذا لوحياتي، ويقدم وخر يمشي للديوان، حب يقابل الشيخ القاضي. ايا اليوم نهار مجلس، من غدوك الشيخ ما جاش، من بعد غدوه ثم نوازل من اهم، وهو يعطي في الجعاله لهك العوان، أي في الاخر قابلوا به الشيخ، قال له يا سيدي عندي ولدي أمه مطلقة وماخذة رجل آخر، وبعثت لها نحب نشوف ولدي ونطير منه وحشة، ما حبش تعطي بكل. قال له انت يا ولدي كيف لا تفعلها، لا نفقة لا حضانة، مو اسقط حق على ولدك. قال له لا يا سيدي، من اللي نزاد وليد وانا قايم بواجبي اكثر من اللي لو كان حكم عليه الشرع، وكان تحب شهود حاضر. قال مليح، تعرف كيفاش؟ ايجا يا عون الساعة شكون ماخذة هي دو؟ قال سيدي ماخذة فلان الفلاني، وتسكن عنده في داره في الحومة الفلانية. قالوا بركش على نفسك، وغد بيك يمشي لها العون ديك الحي، عند العصر اقعد في قهوة، اما قهوة تحب. قال له سيدي كيف كيف، وين نظهرلك انت؟ قالوا ما لا اقعد كما نقولوا في قهوة العطرين، غدوة اقعد ثم عند العصر، هالعون هدايا يجيب لك ولدك، يقعد بحذاك شوية طير منه وحشة،
شربوا كويس روزاتها كان تحب، ولا شربوا شوية حلوى، وكان يدخل لك شربوا أحويجات، ومنها يهزوا العون يرجعوا لأمه واعطيه أجره، ويعود كل انصيف شهر يجيب لك وليدك القهوة. هيا يا سيدي دوم حياتك واجعلك منورة إلى آخره إلى آخره، مش على نفسه. لكن هاو الناس ما يخليه حد في راحة. ثم شكون من أصحاب الخير يمشي يجري يهزها باردة وسخونة لهاك المرأة؟ راهو راجل كلول مشى للقاضي وماشي لزم عليك كل نصف شهر تبعث له ولد، والولد راهو إذا كان عرف بوه توا يهرب عليك. اش تعمل هيك المرأة؟ تمشي لك تشري مياه عظم تحطهم في قفل، ونص طزينة دجاج، وتمشي لدار الشيخ. قالت له: يا سيدي اليوم جاك فلان الفلاني يحب يشوف ولده، انا ام الولد، واذا كان الولد استانس بيه توا يزهد فيا. قال: مليح، برجع نفسك. قالت له: هذه نعرفها عندك يا سيدي الشيخ. قال: اتهنى. من غد بك الراجل جاع على الصباح، خرج من السوق من حانوت لحانوت يقلب ويميل في راسه حتى لقى قماش اللي عجبه، قص منه كسوة لولده، سالو شاشية كونترا باكو حلوة قد الماهي على كل نوع من عند الظهر وهو في القهوة، والقليب يدق مش يشوف ولده ويساعده يفرح. العاصر ما جا حد، استنى ربع ساعة نصف ساعة ساعة وهو يمني في نفسه، هاو تو يجي وهاو تو يجي وهاو راهم في الثنية حتى ظلامة الدنيا وذ المغرب. طاح الليل ما عاد يجي حد، تقطع الرجاية عظيم الرجال شعلة للسوق. من غدوك صبح في الديوان، قال يحب يقابل الشيخ. هاك الاعوان مشوه وجابوه النهار الاول الثاني الثالث الخامس السادس السابع، شبعوا منه بالفلوس، والحين طابت بهاك البنك اللي قاعد عليه وكبيت وشاطت وشمه بخشمه. اكمالت الجمعة رضاوة عليه قابلوا به الشيخ. قال له: يا سيدي هاك النهار شكيت لك ووعدتني مش تبعث لي ولدي نشوفه في القهوة الفلانية، يا أخي لا ريت لا الولد لا الحول. قال له: عاد أنا سيادتك مطلوب بيك تشوف ولدك ولا ما تشوفوش؟ قال له: يا سيدي ما كنت اللي حكمت. أي قال له: خرجوا عليه. هو يدحم واكل العواني مكبشين فيه يجبدوا، أي خرجوه. شعل نفسه مغلوب، قال: هالبلاد هذه انا ما زلت نقيم فيها قد ابدا يبيع في رزقه ويقبض في الفلوس حتى باع الكل، وقال: اذا ما وتاتك بلاد بدل بختها ولو يبدا حجرها ازمرد وياقوت. وقصد ربي لبلاد اخرى ورب وملك ربي واسع. يرجع كلامنا لهاك الولد، اكبر برشا ولا راجل، ماتت أمه، مات رجل أمه، قعد له الرزيق الكل اللي هو حظ الزواج، خطب بخذاء، شكون ما يعطيهش ولد فلان. النهار ظهر له شرا فردة ذهب، جابها للمرأة قال لها: هذه نحبك تحطها في ذراعك، وما نحبكش تنحيها بكل وكانش فيك. اي تقول انت عام عامين ثلاث سنين وهاك الفرده ديما في ذراعها. يرجع علمنا وخبرنا البوه، ما واتتوش الايام التجاره نتاعو ما مشاتش مليح، الرزق اللي شراه باعو، بدا يبيع باش ياكل حتى ما تبقالو شيء. اش مش يقعد يعمل في بلاد الناس؟ قال: وكري بلادي ولو جارت عليا.
ما عندوش فلوس شد على ساقيه بالمرحلة بمرحلة حتى وصل لبلاده. شاف واحد من أحبابه القدم، آه يا سي فلان أنت كيف سبتك شني حاد شني حاس هكاش بك وليت هكايا؟ قال له قدر ربي. أيش القهوة؟ دخلوا القهوة وجاء فلان، جاء فلان من أحبابه زاد القدم، تجبدت من هزلة دبروا عليه قالوا له يمشي لولدك راهو في خير ولبس عليه. قال له ما نحبش انا مثقل على الناس ولا ولدي. قال له شبيه؟ تقول له يعطيك مش حتى الاخر باش تشري بهيمه يا سيدي وزوز شواري وقلال وتعود تجيب المال الديار بكره وتخدم مع نفسك. عجبته الدبارة. وين دار الولد؟ قال له تبيه في الحمل الفلانيه. امشى دق طلت عليه كنتو شافت هاك الحاله وقت الدنيا تخيلوا طالب دخلت تجري خطفت خبزة وجابتها له. قالها لا يا مانيش طالب انا حموك. حمويا يا نعم. قالها انا بو راجلك انا فلان الفلاني. ما وين كنت؟ قلت وش بيك هكا؟ قالها الله غالب طاحت بيا وظل الخفة. جيت اليوم باش سماشي ما يعطيني ما كيتو كيت. قلت نشري بهيم وشويريات وقليلات ونعود نجيب المال للديار بالكراء نخدم مع نفسي. انا ما نحب نعيش في راس حتى حد. ما حبتش هي تعطلوا حتى يجي ولده يمكن نهارتها غايب وما عندهاش فلوس حاضرين في الدار. سلت هاك الفرده من ذراعها وقالت له خوه وبرده براسك. راجلها لا فطن لا في النهار الاول لا الثاني لا الثالث ما يكون يفطق ما نقولوا النهار الرابع. قال له انت وين الفرده نتاعك؟ مش قلت لك ما نحبش تنحيها بالكل؟ قالت له راهي هي نسيت. قالت له راهو جا سيدي. سيدك؟ خلها شكون سيدك؟ قالت له ابوك. ايه وقال لي وقال لي ما حبيتش نعطله سليتها من يده عطيها له. قال عجايب تو شوف. وخرج يطير ويطير وينشد حتى قالوا له بوه ها هوك في القهوه الفلانيه. امشى للقهوه نعته له وقف قدامه قال له فيك فم وعين وتاقف على داري ويشرع في طابق ويعطيه كف ويخرج. الجماعه قاعدين مع بوه قالوا له تجيب ولد ويعيش حتى يعطيك كف هكا في وسط قهوة قدام مليح والدوني. قال موش منه من القاضي اللي حرمني منه حتى طلع جافي ومن أمه ومن القاضي أما هو ما نلومش عليه بعد اللي ما عرفيش بكل. الآخر امشى روح للدار قال لها أعطيته كف في يدي زكاوي 10. قالت له شكون؟ قالت البابا. قالت له مليح بارك الله فيك. هز سبساريها قال شبيك؟ قالت له مش تحت دار بابا. قال علاش؟ قالت له انا ما نقعدش عند واحد عايق والديه. قالت شنو دخلك فيها انا وبابا؟ قالت له لكن عايق والديك وولادك يطلعوا عايقين والديك ما حكيش ما نقعدش. وقتها ارجع له شاهد العقل ورجع يجري ترماه في القاعه يبوس في ساقين بوه ويا بابا سامحني وهزه وحطه عنده في الدار والبيت المهمة ليه وكل نهار يبوس له يده ويقول له صفي قلبك عليا.